فأنا اللي يعني اكتشفته هو تحاميل علاجية حق الشبق الجنسي للشباب الجنس الثالث حتى الرابع اللي هي البويات في حالة الشبق الجنسي الرقبة الزايدة. فهذه التحاميل هي مسكنة طفي ها مسكنة لأن هذه التحميلة أنا مسويتها هذا شغل يدوي طبعا أنا في تكون لها يعني أنا محطة لونين أساس المرأة والرجل بهالطريقة هذه. ليش فيهم خيط دكتورة؟ أنا حاطة عشان تميز عشان تميزين مع الرجل والمرأة تميز مو بس عشان الرجل والمرأة عشان هي لما تكون داخل فتحة الشرس نعم. أساس يقدر الصبح يطلعها بسهولة قدام الكاميرا عشان يركز عليها. الحين اللون الأحمر من حقه حق الأنثى هو ما هو كل التركيبة نفس الشيء نفس الشيء أنا نعم. بس حاطتها عشان يعني هو نفس التركيبة.